الشغف هو اللي وصل المشتركين للمرحلة دي، التعب والجهد خلاهم يعدوا كل الصعوبات، الموهبة الكبيرة خلتهم يتميزوا بين الآلاف يلي حاولوا ينضموا لذا فيكتوريوس، لكن وحده تصويت الجمهور ورأي لجنة التحكيم رح يخليهم يستمروا. مين هو اللاعب يلي حقق أعلى نسبة تصويت؟ مين هو اللاعب يلي بتعشقه الجماهير وبدأ أنه يستمر لأسبوع إضافي على الأقل؟ أربع لعيبة واقفين بداية الخطر. هل هو موسى من الجزائر؟ مارسيلو من مصر؟ جواد من المغرب؟ أم القحطاني من السعودية؟ اثنين منهم هيغادروا مدينة دبي الرياضية وأكاديمية ذا فيكتوريوس. بطاقة وحدة كانت بأيدي الجمهور، واثنين منهم هيكملوا معانا لنص النهائي ويقربوا للقب ذا فيكتوريوس. الأعصاب كلها مشدودة. موقف صعب جدا والخروج بهالمرحلة أصعب بكتير. لمين أعطى الجمهور صوته؟ النتيجة ابتدت تطلع على الشاشة، واللي هيكمل مع ذا فيكتوريوس هو مارسيلو. ألف مبروك يا مارسيلو، الجمهور جدد ثقتهم فيك وهتكمل مع ذا فيكتوريوس لنص النهائي. ألف مبروك إذن لمارسيلو. البطاقة الثانية إلى نصف النهائي هلأ بين أيدي لجنة الحكم. ثلاث لاعبين عم يتنافسوا على بطاقة واحدة، وهالبطاقة بين أيدي لجنة الحكم كابتن محمد بركات. لمين تختار تعطيها؟ أختار ده. إذن كابتن بركات صوت، والصوت الأول لموسى. تيري هنري. هنري كمان صوت، والصوت الثاني بيختار ينقذ كمان موسى من الجزائر. كابتن خالد شنيف الصوت الثالث إلك وفيكون حاسم. مين تختار تنقذ؟ لمين أعطى صوته كابتن شنيف؟ هل هالصوت رح يعطي أمل للاعبين الباقيين؟ أم مثل ما بيقول الجمهور هون موسى مبروك أنت اللاعب يلي اختارته اللجنة انه يستمر بالمنافسة. وهارد لاك إذن لجواد من المغرب والقحطاني من السعودية يلي للأسف مشوارهم عم ينتهي هون، ولكن بالطبع رح يتركوا فراغ كبير بالأكاديمية وتركوا بصمة كبيرة في ذا فيكتوريوس. سالجادو طبعا النتيجة انحسمت، ولكن حابين نعرف لمين كنت رح تصوت؟ Musa, it's Musa as well, and I'm gonna miss Jawad and Kattani, but Musa, I'm gonna save Musa as well. إذن لجنة الحكم بالإجمال تختار تنقذ موسى اللي رح يستمر مشواره بأكاديمية ذا فيكتوريوس وراح يحارب لينضم للنهائي.